حتى قطاع المياه في الأردن لم يسلم من تداعيات أزمة فيروس كورونا، فالطلب على المياه ارتفع لغايات الاستعمال اليومي بنسبة تجاوزت 40% خلال فترة الأزمة، أمر أدى إلى ارتفاع العجز المائي بنسب كبيرة. ارتفع العجز المائي من 430 مليون متر مكعب اللي هي احتياجاتنا لمياه الشرب إلى 610 مليون متر مكعب، وصيف هذا العام في وزارة المياه والري بدأ مبكرا منذ 15 آذار، وبالتالي هذا أرهق هذه المصادر وشكل عبء كبير على قطاع المياه نتيجة ارتفاع الطلب على المياه في مختلف مناطق المملكة إلى أكثر من 40% في ظل أزمة كورونا. كإجراء وقائي لمنع الإصابة بفيروس كورونا، طلبت الجهات الصحية من المواطنين ضرورة غسل اليدين باستمرار ولمدة 20 ثانية، وزاد من استهلاك المياه بقاء المواطنين في البيوت، حيث اتجه البعض لشراء مياه الصهاريج لسد النقص. فترة الأزمة وناس في زبائن مقطوعة من المي، وفي ناس زبائن استهلاك باستمرار، لما بصير زبونك باستمرار وقت الصيف عنده طلب وزبون عندك مقطوع بده ينج بيصير في أزمة. الناس بتصحى هسه عشان رمضان ببلش الطلب بعد الظهر، يعني الأغلبية بصير عندهم الطلب بعد الظهريات بتضل لآخر النهار. يحتل الأردن المرتبة الثانية كأفقر بلدان العالم من ناحية حصة الفرد من المياه يقول الرسميون، وهي مرتبة دفعت الدولة لوضع استراتيجيات لإدارة موارد المياه، حيث حققت نجاحات كبيرة في ذلك. فاجأت أزمة كورونا قطاع المياه في الأردن، سببت عجزا كبيرا وأربكت برامج توزيع المياه، ورغم ذلك استخدم الأردنيون حاجتهم من المياه للاستعمالات المنزلية وأيضا الوقائية. نايف مشاقبة، سكاي نيوز عربية، عمان.